جالنا استاذ محمد فوزي، سامعني يا فندم؟ مع حضرتك يا فندم. رئيس شعبة السكر والحلويات بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات. اولا لازم اسال، هل ممكن يكون في تخزين خارج عن القانون، تخزين من التجار مثلا انتظارا لرفع الاسعار، ولا هذه هي الزيادات الطبيعيه بتاعه زياده بره اسعار البترول والشحن والموجه التضخميه في العالم؟ هو حضرتك جزء كبير منه متاثر بتاثر البورصه العالميه للسكر وهي زايده الحقيقه الفتره دي، وجزء برضه صغير منه متاثر ببعض التجار اللي بيخزنوا، وارد جدا ده بيحصل في كل الاسواق. يعني ايه الصناعات اللي هي مستفيده بالاتفاق الاخير مع وزاره التموين انها تاخد السكر بسعر ثابت من 8000 ل 8500؟ اي صناعات يعني بصراحه؟ هل الصناعات يعني كل الصناعات اللي داخله فيها السكر؟ المفروض يا فندم نظريا ان كل الصناعات اللي داخله فيها السكر هتبقى مستفيده من الاتفاق اللي حصل مع وزارة التموين تحت رعاية مع الوزير طبعا، لكن احنا النهارده الشركات اللي بتقدم على حصص بنبتدي نعرضها على الوزارة، والوزارة بالتعاون مع الشركات التابعة يعني بتبتدي تنسق الموضوع ده والشركات بتستفيد. يعني كل شركة بتقدم يعني حسب المتوفر، يعني مثلا تيجي شركة صين او شركة صاد تقدم انا عايزة حصة كذا، ممكن يدوها حصة اقل من الحصة اللي هي اللي طالباها، مظبوط؟ ما هو حضرتك يا فندم عارفة ان الشركات استهلاكها متفاوت وفقا للطاقة الانتاجية بتاع كل شركة. فالشركات بتدي تصورها والوزارة بتدي رؤيتها وفقا للخطة المطروحة والموضوع على لدى الوزارة يعني. ايوه بس انا عندي سؤال الحقيقه، يعني انه في بعض المصنوعات اللي هي او بعض الصناعات اللي هي بتستخدم السكر هي صناعات اساسيه للحياه، اساسيه، العصير عشان الاطفال، بعض انواع المخبوزات، وفي صناعات اخرى يعني يمكن تكون رفاهيه شويه، فلو ارتفع سعرها في السوق يعني بصراحة مش زي، يعني الدولة هنا بتتحمل الفرق ما بين 8500 جنيه وبين 11000 جنيه، ده كله الدولة بتتحمله، فليه موازنة الدولة تتحمل ده إذا كان في لبعض الصناعات اللي هي ترفية إلى حد ما؟ هي ما أنا مستحيل أختلف مع حضرتك، هو ما فيش صناعة ترفية، لأن في الآخر الصناعة مش مجرد منتج، ورا المنتج ده إيد عاملة سواء بشكل مباشر او غير مباشر، مواد خام بتشغل شركات تانية. فبالنسبه لنا احنا بنشوف الصناعه ككيان، كبيوت مفتوحه وناس بتاكل عيش، في الاخر بتطلع منتج. فعندنا الشركات كلها النهارده زي بعض، لانها في الاخر بتنعكس على الاقتصاد. والشركات اللي حضرتك بتقولي عليها دي، غرفه الصناعات الغذائيه من اكبر الغرف اللي موجوده في مصر اللي شركاتها بتصدر وبتجيب عمله صعبه. وده احد ادوار البلد في الظروف اللي احنا فيها دي. ببساطه يعني. يعني ده منطق، لكن انا كنت شايفه الحقيقه انه منطق اخر ان انا ما ادعمش سعر السكر لبعض الصناعات، ادعمه للصناعات الاساسيه، لكن انا كدوله بصراحه اتحمل ليه هذا الفرق، خصوصا ان هو بتبقى فتره مؤقته، فتحمل ليه ده؟ يعني بحس انه، وبعدين يعني هقول لك، يعني مثلا الجاتو والتورت والكلام ده كله في طبقه معينه، هذه الطبقه تتحمل انها تدفع سعر اعلى، فبالتالي مش محتاجه تاخد سكر مدعوم. يعني انا بصراحه يا فندم الجاتو، عشان بس اكون واضح مع حضرتك، الجاتو والمنتجات دي ما ينفعش اصلا تستخدم سكر مدعوم، يعني الجاتو والحاجات دي السكر كماده خام فيها ما ينفعش يبقى هو السكر بتاع التموين ده، لازم هو يبقى سكر البنجر من نوع معين عشان ينفع. طب ما هو ده سؤالي، اي الصناعات او ده سؤالي اي الصناعات هي اللي بتاخد هذا السكر المدعوم زي صناعات ايه؟ خلينا يا فندم نفصل بين حاجتين، مع احترامي لحضرتك، خلينا نفصل بين سكر القصب اللي هو سكر التموين، وده كله بالكامل بيتم توجيهه للمستهلك سواء في التموين او خلافه. تمام. وده هو بيبقى مدعوم بنسبه كبيره من الدوله او من الموازنه زي ما حضرتك تفضلت وقلت. السكر الثاني مش بيبقى مدعوم يا فندم، السكر الثاني بيبقى هو بسعر السوق. الفكره كلها ان سعر البورصه عالميا زاد، هنا كان ستيل الشركات بتاعت تبع لوزاره التموين موجود فيها السكر وموجود فيها المخزون القديم اللي هو على السعر القديم، فما حصلش نوع من الدعم بشكل نقدي، الدعم كان نظري يا فندم، نظرا لان البورصه العالميه بسعر واحنا عندنا المخزون بتاعنا موجود في المخازن كان بالسعر اللي هو 8.5. وزير الزراعه مشكور
علشان يحافظ على التوازن ده عمل الديل ده زي ما قلت لحضرتك. والديل ده كمان في يعني في نوع من التوافق، يعني انا مثلا النهارده كشركه مش هطلب 100,000 طن هاخد 100,000 طن، لا الناس بتشوف طول السنه الاستهلاك بتاع الشركات عامل ازاي عشان يبقى القراءه قراءه منطقيه للموضوع والناس تاخد حقوقها بس مش اكتر يعني. بشكرك. لكن ده لا يؤثر بشكل مباشر يا فندم على ميزانيه الدوله او الموازنه. بشكرك استاذ محمد فوزي رئيس شعبة السكر والحلويات بغرفه الصناعات.